اكيد بنبقى معاكم كل سبت وحد، وبنبقى جايين طبعا لمين كل اخبار الاسبوع. ولكن فوجئنا عصر اليوم بكرسي في الكلوب من نادي ليفربول بعدم طبعا وجود محمد صلاح مع اول معسكر للجهاز الفني الجديد بقياده الكابتن حسام حسن وابراهيم حسن. بيان او شفنا طبعا حصل نوع من انواع التسريب من اتحاد الكوره، وانا مش فاهم ليه. يعني انا مش فاهم ليه، يعني انت جالك حاجه من نادي ليفربول اطلع وقول عادي ما فيش اي مشكله، او رد عليها ببيان رسمي زي ما حصل، وده اللي هنوصل له بعد شويه. ولكن شفنا، او احنا دايما عايزين زي ما قلنا، احنا دايما عايزين مسانده، عايزين دايما نتكلم على المنتخب الفتره الجايه، المنتخب بيفكر ازاي، بينظم ازاي للمعسكرات المباريات اللي جايه، عايزين منتخبنا يستعيد تاني هبه كره القدم المصريه. ولكن طبعا فوجئنا ان ليفربول بيبعت من بدري قوي عدم وجود محمد صلاح في المعسكر القادم اللي هيكون في دبي للقائين اللي هيلعبهم المنتخب. طيب لما نيجي نبص دلوقتي، وقلنا ان اتحاد الكوره عمل ايه، راح مطلع ان في طلب اعفاء محمد صلاح من معسكر المارس، ونتمسك بضمه حال خوض اي مباراه. طيب خليني انا بس هنا هاخد الموضوع في اكتر من جزئيه، وهشيد اشاده بالجهاز الفني وبالتحديد الكابتن ابراهيم حسن، ان راجل طلع بيان رسمي وقال احنا ما عندناش اي مشكله خالص، ما عندناش اي ازمه خالص، وان احنا بنتمنى لكل لاعبتنا المحترفين السلامه، وان هم يكونوا جاهزين معانا. طبعا انا هنا ده بيبين، ان باين فبيبين ليه هنا دايما احنا بنقول ان اللي يكون موجود عنده شخصيه، ان اللي يكون موجود راجل لعب في المكان ده وعارف قيمه منتخب مصر، فبالتالي قال اهلا وسهلا او الاصابه باي حد طبعا مفيش اي مشكله خالص بالنسبه لنا. ولكن اي حد هنا احنا هنتعامل بشفافيه. يعني شفنا طبعا الموقف بتاع اتحاد الكوره، ان اتحاد الكوره بدا يصايب لبعض المواقع وبعض الاخبار ان طلب ليفربول والكلام ده وكده، وده اللي حصل قبل كده. ده اللي حصل في كاس الامم الافريقيه عند اصابه صلاح، وان الاصابه مدتها اسبوع، لا مدتها ماتش واحد، لا مدتها ماتشين، والناس بدات تجتهد. لما الناس بدات تجتهد هنا بدا يحصل نوع من انواع المشاكل. لازم نتعلم يا جماعه من الدروس ولازم نستفيد. انت راجل عندك لائحه، يبقى بتطبق اللائحه بتاعتك، انت طلبت اللاعب بتاعك في الوقت القانوني. طيب تعالى كده ناخد الموضوع ببساطه. النهارده ليفربول عنده اربع لقاءات. في لقاءين، واحد في الدوري الانجليزي، واحد في كاس انجلترا، واثنين في طبعا بطوله اوروبا في دور ال 16. سبارتا براغ في بطوله اوروبا هيلعب مع سبارتا براغ ذهاب وعوده، وعنده ماتش مانشستر سيتي، وعنده ماتش مانشستر يونايتد. مانشستر سيتي طبعا 10 يناير، والسيتي 10 مارس، والسيتي هيلعب 17 اي قبل معسكر المنتخب بيوم واحد فقط لا غير. طيب هنا لو صلاح لعب في اي مباراه من المباريات دي، الوضع هنا هيكون ايه؟ هل صلاح هيكون موجود مع المنتخب ولا مش هيكون موجود مع المنتخب؟ لاني عشان كده انا بقول مش عارف ليه ليفربول صدر ازمه من بدري قوي ملهاش اي لازمه. يعني احنا لسه عندنا وقت طويل، محمد صلاح ان شاء الله بنتمنى له ان هو يكون موجود مع ليفربول، لان طبعا اكيد هو بيمثلنا كلنا كمصريين وقيمه كبيره. ولكن افرض محمد صلاح النهارده لعب في اي من اللقاءات القادمه، طب هيجي المنتخب ولا مش هيجي المنتخب؟ طب لو ما جاش المنتخب الوضع هيبقى ايه؟ هو حط الجهاز الفني هنا في مأزق ان اللاعب لعب وما جاش المنتخب، فهتبقى ازمه. هنا ليه بشيد بالكابتن ابراهيم حسن وبشيد ببيانه؟ لانه راجل واضح طلع قال ما عنديش اي مشكله مع اي حد، احنا جاهزين، واحنا عندنا فريق طبي بتاعنا، اللاعب المصاب هيجي المعسكر يتفضل ويتم الكشف عليه من خلال الجهاز الطبي اللي موجود، ولو اللاعب مصاب احنا ما عندناش ادنى مشكله. طب اللاعب مش مصاب يبقى موجود مع المنتخب ومفيش اي مشكله خالص. ليه انا هنا بقول ان بدا يحصل نوع من انواع تصدير المشكله؟
من بدري قوي، لاني انا كنت اتمنى ان ليفربول يستنوا ويشوفوا الوضع ايه ويشوفوا التقييم المبدئي، صلاح هيلعب ولا مش هيلعب. طب لو صلاح ملعبش خلاص يبقى راجل طبيعي، ان ممكن يكون الاصابه لسه مكمله والاصابه لسه مستمره، وبالتالي طبيعي ان اللاعب ما ينفعش يشارك مع المنتخب لان هو في وضع ان هو لسه الاستشفاء بتاعه لم يكتمل. طيب لو لعب صلاح هنا هيبقى المأزق، وهنا المشكله، وهنا اللي انا قلت عليه في البدايه ان كوسف الكلوب بتضرب من نادي ليفربول. ليه بتسبقوا الاحداث؟ ليه بتعملوا مشكله من لا مشكله؟ احنا الناس كلها، كل الناس كانت بتتكلم مشكله حسام حسن مع صلاح ومشكله صلاح مع حسام حسن، وازاي هيتقابلوا مع بعض وازاي هيكونوا متواجدين مع بعض وازاي هيتعاملوا مع بعض. فقلنا يا جماعه انسوا بقى القصه دي كلها، احنا عايزين نفكر في مستقبل المنتخب، عايزين نفكر كابتن حسام حسن جاي هو وجهازه الفني ايه اللي هيعملوه، عايزين نفكر ان ازاي نستعيد تاني هيبه كره القدم المصريه من جديد. ده اللي احنا كنا عايزين نفكر فيه، وده اللي المفروض الجهاز يبدا يفكر فيه. انما النهارده 7 لاعبين محترفين بينضموا هنقولهم طبعا، واذ فجاه تحصل زي ما بنقول ازمه بدون لازمه، يعني ازمه بدون لازمه بدري قوي على الكلام ده. ولكن طبعا انا شايف ان الجهاز الفني وبالذات مدير الكوره الكابتن ابراهيم حسن، اكيد مع الكابتن حسام حسن، الناس تعاملوا بمنتهى الشفافيه وبمنتهى الهدوء، لان احنا قلنا من اول يوم زي ما بنساند المدير الفني الاجنبي لازم نساند كمان المدير الفني المصري. ولما يكون اتنين من كباتن المنتخب، اتنين ليهم تاريخ كبير مع منتخب مصر وحققوا بطولات وحققوا نجاحات مع المنتخب، يبقى كمان لازم ندعمهم وندعمهم بشكل كبير. فالتعامل انا بصراحه شايف ان حاجه محترمه جدا جدا، ناس عندها شخصيه، ناس طلعت اتكلمت بمنتهى الشفافيه. لان انا ما عجبنيش النهارده اتحاد الكوره يطلع كده تسيبه وينزلوا الناس ويقول لك مصدر. يا عم ليه مصدر؟ ليه مصدر؟ ما تطلع تقول عادي، اطلع في بيان رسمي زي ما حصل دلوقتي، اطلع قول، ما تبعتوش بقى للصحفيين وما تبعتوش لينا، اطلع قول في بيان عشان احنا نقول او نتعلم من اخطاء الماضي زي ما حصل قبل كده. اتحطينا في الموقف ده كلنا في امم افريقيا لما في اصابه صلاح، كلنا اتحطينا في الموقف ده، محدش فاهم اي حاجه في اي حاجه، لحد ما كلوب المدير الفني لليفربول لو كلنا نفتكر طلع قبل الناس كلها واعلن عوده صلاح لانجلترا لاستكمال علاجه. وقتها تم احراج اتحاد الكوره، لان هم كانوا وقتها متخوفين ومش عارفين يقولوا ما يقولوش، ياخدوا موقف ازاي، فضلوا مستنيين لحد ما الراجل طلع هو اللي اعلن بنفسه. والمفروض كان الاعلان يجي من عندنا احنا، من المسؤولين عندنا احنا عن اتحاد الكوره، ولكن ده ما حصلش. نفس الشيء بيحصل النهارده، ولكن اعتقد ان ابراهيم حسن انقذ الموقف وتعامل مع الموقف بكل احترافيه. انا النهارده ليا حق هاخده، ليفربول ليه حق هياخده، اللاعب بتاعي طلبته في الميعاد المحدد. انا بتكلم الكلام ده على فكره لان احنا كلنا عدينا بده. انا كنت لاعب محترف وكان بيطلب قبلها ب 15 يوم ان يتم استدعائي، عندي اصابه، عندي حاجه، باجي بمتثل لمنتخب بلدي ويشوفني، والله انا عندي اصابه تمام، ما عنديش اصابه خلاص. في تواصل بين الجهاز الفني وبين اللاعبين المحترفين لازم يكون موجود. هل التواصل ده موجود ولا مش موجود؟ الله اعلم. هل تم تواصل مع صلاح ان 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 يطمنوا عليه وعلى حالته وكده؟ حتى الان الله اعلم، وانا بكلمكم دلوقتي ما اعرفش اذا كان التواصل ده موجود ولا مش موجود. ولكن اللي انا بعيد وازيد فيه ان تم التعامل من قبل الجهاز الفني باحترافيه. انا ليا حق هاخده. المشكله كلها زي ما قلنا اني في حاله ان صلاح، وان شاء الله نتمنى ان صلاح يشارك مع ليفربول ومع المنتخب كمان، ان الازمه هنا ممكن تحصل فين؟ في حاله مشاركه محمد صلاح، وان هو بعد كده ما يكونش موجود في المنتخب، اعتقد هتبقى فيها مشكله وفيها ازمه للجهاز الفني الجديد، لان هيتحط في موقف هيبقى حلها ازاي؟ هي دي اللي هتكون المشكله.